الرياضة البحرينية حققت العديد من الإنجازات في 2016، وتحديداً الرياضة النسائية اللي كان لها دور في إبراز المملكة من خلال المشاركات الخارجية. معنا في حلقة اليوم بطلة من بطلات البحرين، وهي لاعبة المبارزة سمية خالدي. أهلا ومرحبا فيك سمية. أهلا وسهلا فيك، ونرحب فيك ونرحب في كل هذه الميداليات اللي احنا راح نتكلم عنهم في البرنامج. بس في البداية سمية، نبي نعرف من متى بديتي في المبارزة؟ بديت المبارزة تقريبا 2010. 2010 2010 لين الحين، يعني صار لك الحين 6 سنوات في هذا المجال. شلون بديتي في ليش اخترتي المبارزة؟ يعني المبارزة رياضة صعبة مو بسهلة. هي صعبة بس حلوة، يعني إذا الواحد بجربها بيكون وايد بنعجب فيها. يعني دشيتها مطرج مدرسة، دشيت شفت حبيت اللعبة. كان عندكم يعني في المدرسة مبارزة؟ اي كان في الصيف. اوكي، كان هو كنشاط صيفي يعني. فدشيت حبيت اللعبة ووصلت فيها. وصلتي فيها. من اكثر شخص يعني ساعدك او دربك؟ دربني طبعا كابتن احمد روزي وكابتن خليفه العطاوي. زين. وطبعا اللي يعني ساعدوني امي وابوي، طبعا اكيد يعني مو بنسوهم. حلو، نوجه لهم تحيه ايضا من خلال البرنامج. خلينا نتكلم سميه عن هذه الميداليات اللي قدامك، لو تشرحين لنا كل ميداليه شنو المشاركه اللي انت حققتيها. انا اشوف شنو ذهبيه هني. ايه. واشوف برونزيتين وفضيتين، صح؟ ايه. اوكي، شرحي لنا اياهم. هذي في بطولات الشارجه من السيدات اللي توها يعني صلتي تاريخ 4 حصلنا على المركز الثاني. في سلاح الفلوري. حلو. اوكي. هذين الثلاثة كلهم في بطولة واحدة، بطولة الأردن اللي تانا راجعين منها. اوكي. اي. هاي حصلت حققتي فيهم 3 ميداليات. اي. هاي يعني من كل سلاح ميدالية ولا شلون؟ اي، هو ميداليتين من سلاح وميدالية من سلاح. الذهبية حصلتها في سلاح البي. والفضية والبرونزية في سلاح الفلوري. حلو. تذكرين اول انجاز لك في المبارزه شنو هو كان؟ كان في بطوله الخليج مركز الثالث مكرر. مركز الثالث مكرر، هاي متى كانت البطوله؟ هاي 2010، يعني هاي 2010 ما اعتقد. 2010؟ يعني في بدايه مشاركتك في اول ما ابتديتي تدربين. اي بس مو فرد، جماعي كان. كان جماعي. اي. حلو، يعني لو نتكلم اكثر عن البطوله اللي كانت في الاردن، البطوله العربيه اللي حققتي فيها هذه 3 ميداليات، هذه صورتك كنتي متواجده هناك، يعني كلمينا عن الاجواء اللي كانت هناك، المشاركه، الوفد اللي راح هناك. احنا رحنا 4 بنات. اوكي. كان يعني ونفس صعبه، كنا كذا دوله، لبنان، مصر، كان هناك الأردن بعد يعني من ضمنهم، الإمارات. طبعاً يعني كانت منافسة صعبة، يعني كل ما نحط ويا واحدة أوكي ما بفوزها، بس عقب في النهاية يعني يشيا يخليني أفوز. ففي ذي كنتي متخوفة من المشاركة في هذه؟ إيه، البداية كنت يعني لا إنه ما بسوي هالشيء، بس عقب يعني لعبت واستمرت، وكان كابتن يعني أحمد روزي كان وقف يسوي سمية يسوي شيء سمية يسوي شيء، فهو يقول لي أوكي ساعات أنا أتخرب، بس لا إن المعلومة تدش في راسي. فيعني من كلام الكابتن ومن يعني تركيزي حققتي. حلو، جميل. بعد شاركتي في فبراير في البطولة الآسيوية اللي كانت يعني في وين كانت؟ البطولة الآسيوية للمبارزة شهر 2. إيه، البنات مش الصبيان كان في السعودية والبنات في البحرين. البطولة كانت هني في البحرين. إيه. يعني كلمينا عن مشاركتك في البطولة. هو مش كانت سعداتنا اوكي، يعني كانت تمريناتنا اوكي، كنا ندرب صبح وعصر. بس نعدل بطولة آسيوية يعني. في طبعا يعني دول اكثر بود يعني احسن. طبعا احنا اوكي كنا نتمرن، بس ما كان عندنا يعني وين سفرات ان احنا ندرب فيها يعني. ما كان نروح معسكرات يعني، بس ناشينا اوكي يعني احنا يعني غير عن دول، في دول راحوا معسكرات بس ما حققوا اللي يعني
التوب اللي احنا حققناه. فمن تمرينات الكابتن يعني نشكره طبعا، يعني قدرنا ان احنا يعني مو قلنا فزنا، ان نحب ان احنا شو نسوي، يعني نفكر صح ان احنا اهم شيء اللي احنا قاعدين نسويه صح مو غلط. حلو، يعني الحين عقب هذه الانجازات وهالبطولات وهاي الميداليات اللي قدامك، اكيد الان الطموح صار اكبر لتحقيق انجازات اكثر، شنو هي الحين الخطه المستقبليه اللي عندك؟ هل راح تشاركون ايضا تروحون معسكر للتدريب؟ يمكن في معسكر، وشهر نهايه واحد يعني بدايه شهر 2 عندنا بطوله خليجيه بتكون هنا في البحرين. وطبعا يعني حققت العربيه، اكيد بطمح حق الاسيويه. حلو، فيعني حلمي الحين اطمح حق الاسيويه. حلو جميل، احنا نتمنى لك التوفيق سميه خالد بطلتنا. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، وان شاء الله نشوفك السنه الجايه محققه انجازات اكثر ان شاء الله. شكرا جزيلا لك.